يواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب مشاورات مع الكتل النيابية لتشكيل حكومة جديدة في لبنان، والذي يشهد انهيارا اقتصاديا. ولا يعني تكليف رئيس للحكومة أن ولادة هذه الحكومة ستكون سهلة في بلد يحتاج أحيانا إلى أشهر عدة للتوافق على تقاسم الحصص بين مكوناته. ولم يتضح حتى الآن شكل الحكومة المقبلة، وإن كان دياب قد أكد أن هدفه تشكيل حكومة اختصاصيين تتفرغ لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تعصف بالبلاد. مشاهدينا قراءة في المشهد اللبناني، وإلى أي مدى يمكن أن يسهم التعجيل بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في احتواء الانقسامات التي تتزايد بين اللبنانيين مع انحياز كل فصيل لمصالحه؟ وهل تنجح الحكومة المنتظرة في تحسين الأحوال أم أنها ستعمق الأزمة وتدخل لبنان في نفق اقتصادي وسياسي مظلم؟ وغيرها من النقاط نتناولها مع ضيفنا العزيز دكتور محمد الروز، الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني. يرحب بك دكتور معنا. بحضرتك دكتور، في البداية قراءة حضرتك للمشهد والتطورات في الشارع اللبناني، خاصة رغم استمرار هذه الاحتجاجات بعد تسمية رئيس للوزراء في لبنان. بالبداية تحياتي لكم ولقناة إكسترا نيوز. السبب الحقيقي للكوارث والمشاكل والانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان جاء بسبب وجود طبقة سياسية حاكمة وفاسدة منذ 30 سنة، خالفت الدستور وشكلت نظاما خاصا بها وفتحت أبواب الفساد على مصراعيها، وحرك يعني وجعلت من القضاء جهازا تابعا لها بدل أن يكون سلطة مستقلة، وفرضت ضرائب متوحشة على المواطنين، واستخدمت الاقتصاد الخدمي الذي يعتمد على الاستدانة والاستلاف من الخارج، وبالتالي لم يكن هناك أي مشروع استثماري وأي مشروع إنتاجي. كل هذه المسائل أدت إلى ثورة 17 تشرين الأول أكتوبر في لبنان. نعم. الناس نزلت بتظاهرات حاشدة عبرت الطوائف والمذاهب والأحزاب والعصبيات كلها، ووحدت الشعب اللبناني وفتحت أبواب التغيير. بعد 17 يوما من الانتفاضة تقريبا استقال رئيس الحكومة سعد الحريري، وهو عبر شخصيا عن أسباب هذه الاستقالة، فقال: أنا استقلت تحت وطأة الضغط الشعبي، استقلت لأننا فشلنا في تحقيق أي شيء، استقلت لأن الأحزاب والقوى السياسية المركبة، يعني أحزاب الطبقة السياسية نفسها، كانت نموذج مصغر في مجلس الوزراء. هو الذي قال ذلك، قال أنه لن يترشح مرة ولن يترشح مرة أخرى. كانت هناك عمليات تمسك بالحريري من قبل الثنائي الشيعي في لبنان لآخر لحظة ولآخر ثانية نريده، وعبروا عن ذلك بقولهم: نحن نريده لأنه الأقل كلفة. هذا بالمفهوم السياسي يعني لا يشير إلى قوة رئيس الحكومة، بل بالعكس إلى ضعفها. عندما يعني استغرقت موضوع الاستشارات والتحضير الاستشارات النيابية الملزمة كما ينص الدستور، استغرق مدة 60 أو 62 يوما، ورفض الحريري على أن يترشح. طرحت 3 أسماء كلها كانت تنتمي إلى الطبقة السياسية الفاسدة. كان هناك اسم الدكتور حسان دياب ليتولى رئاسة الحكومة، وهو تكنوقراط أساسا، أستاذ في أو نائب رئيس الجامعة الأمريكية، وأستاذ في الهندسة الكهربائية والاتصالات. لم يعني غير معروف أنه كان من الطبقة السياسية، غير معروف أنه يعني من أصحاب الثروات، لكن دكتور كل يعني هذه الأمور يعني غير منتمي لأحزاب أو لتيارات أو إلى لكن آخره. لكن بالحديث عن حسن دياب، يعني البعض يقول: من يتحمل من وجهة نظرك مسؤولية يعني إجهاض اسم مثل نواف سلام، والآن تسمية شخصية مثل حسن دياب؟ البعض يقول أنها شخصية بعيدة عن الضوء وعن الوجهة السياسية منذ يمكن عقد أو نصف عقد، ولا تمثل اليوم الميثاق التي جاء بها دار الفتوى. من يتحمل هذه الشخص تسمية يعني هذه أول موضوع نظرك؟ الميثاقية في لبنان، موضوع الميثاقية في لبنان ولد عندما أخذ لبنان استقلاله عام 1943، وعبر عن المشاركة الإسلامية المسيحية في العمل السياسي وفي الوضع يعني في التركيبة اللبنانية.
لم يأتي هذا الميثاق ليحمي طبقة سياسية ولا حزب معين ولا فاسدين ولا ناهبي المال العام. هذا الميثاق يعني ليس وظيفته هذه المسألة. الميثاق هو يتبع الدستور، والدستور اللبناني الذي جاء بعد حرب أهلية امتدت 15 عاما أعطى يعني بشكل عادل التقسيم، التركيبة السياسية، المعادلة السياسية اللبنانية بين كل الطوائف بشكل منصف ورضي به الجميع، وهو ينص على فصل السلطات. طبعا لم يتم الأخذ بالدستور، تم إلباس موضوع الطائفية، موضوع الميثاقية على الأحزاب وتجمعاتها، على أمراء الميليشيات الذين تولوا السلطة بعد اتفاق الطائف وشكلوا هذه الطبقة الحاكمة. الميثاقية أكبر من ذلك، الميثاقية لا تقتصر على لا على تيار المستقبل ولا على الثنائي الشيعي ولا على التيار الوطني الحر، هي تشمل كل اللبنانيين بشكل واحد. الدستور اللبناني لم يطبق، لو طبق الدستور اللبناني لما وصلنا إلى هذه الحالة التي نراها الآن، لكنا رأينا مجلسا وطنيا من دون طائفية سياسية، مجلس نيابي، ولكنا رأينا مجلس شيوخ يطمئن الطوائف بالمشاركة السياسية في الحكم. لم يوجد كل هذه الأمور، لم تلغى الطائفية السياسية، لم يعطى القضاء فرصة ليكون سلطة مستقلة رغم وجود قانون لتصحيح أوضاع القضاء منذ العام 1997 في أدراج المجلس النيابي، لم يتحقق من كل هذه الأمور شيئا. بالنسبة لحسان دياب، بالنسبة لحسان دياب صحيح هو مش معروف، هذه تحسب له ولا تحسب عليه. عدد من البعض يقول انه مدعوم من عدد من القوى السياسيه وبالتحديد حزب الله، لكنه اكد بالامس في مؤتمر صحفي انه شخصيه يعني مستقله. يعني هناك الكثير من الاشاعات سيدتي الكريمه صدرت كثير من الاشاعات عن حسان دياب من قوى، اولا يا اما قوى تتمسك بموقعها بالطائفيه السياسيه، او قوى فاسده خائفه على ارصدتها المكدسه، خائفه من اي عمليه محاسبه او تدقيق، فاطلقت الكثير من الاشاعات. نحن لا نعرف، كلنا بما فيهم أنا لا نعرف حسان دياب، نحن نعرف مواقفه التي أعلن عنها خلال الأيام الماضية، ولكن يعني كمية الإشاعات، هناك من يتكلم عن أنه يصبغ شعره، هناك من يتكلم عن أنه توسط لتوظيف ابنه في إحدى الشركات، كلها أشياء سطحية فارغة. الرجل قال أنا تكنوقراط، أنا تكنوقراط، أنا أشكل الحكومة، لن أسمح لأحد بأن يتدخل معي في تشكيل الحكومة. الحكومة ستضم وزراء تكنوقراط أخصائيين مستقلين، كررها عدة مرات. عندما يتدخلون معي لمنعي أو للحؤول بيني وبين تشكيل الحكومة سوف أعتذر. هذا الكلام بالأمس وأول من أمس قاله، منفتح على الجميع. كان هناك يعني مراهنة على موضوع تدخل دولي في المسألة اللبنانية، من ضمنه المجيء بنواف اسلام تحديدا امريكي، نعم. المجيء بنواف اسلام رئيسا للحكومه. طبعا هناك شرائح من الشعب اللبناني، ليس فقط الثنائي الشيعي، الثنائي الشيعي رافض طبعا، خائف على موضوع العقوبات الامريكيه وغيرها، انما ايضا من باقي اللبنانيين لا يريدون نواف اسلام رئيسا للحكومه. بالمحصله كان هناك استشارات نيابيه دستوريه شارك فيها الجميع، منهم من لم يسمي، منهم من سمى نواف اسلام، منهم من سمى حسان دياب. يعني أخذ الدستور، المجرى الدستوري أخذ طريقه بهذا المجال. الرجل قريب من موضوع الانتفاضة الشعبية، من مطالب الناس، وهو الذي قال أريد أن أجتمع، وبدأ اليوم اجتماعاته مع ومشاورات، عدد ومشاورات الحراك الشعبي، الحراك الشعبي الموجود، ل يعني استمزاج رأيه في موضوع المطالب وإلى آخره. القوة الأساسية في الانتفاضة الشعبية العارمة ارتأت أن تعطيه فرصة معينة، لغاية يعني لنقف على هل كلامه الذي أعلنه سوف يطبق على أمر الواقع، هل أن الوزراء الذين سيأتون سيكونون بعيدين عن الطبقة السياسية الحاكمة حتى ولو كانوا اختصاصيين، هل أنه سيوسع تمثيل أو دور المرأة في المجلس الوزراء، هل سيقضي على الفساد والفاسدين؟ كل هذه الأسئلة مطروحة الآن أمام حسان دياب، وينبغي أن تتجمع في برنامج يطرحه أمام الناس ويدخل فيه كبيان وزاري إلى مجلس النواب لينال الثقة على أساسه.
المنتفضون في لبنان يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة على أساس تعديل قانون الانتخابات ليصبح لبنان إما كمحافظة أو كلبنان ككل دائرة واحدة. هذا إذا تم معناها إلغاء الطائفية السياسية، السبب الأساسي في العلل اللبنانية. نعم، لكن دكتور، من المعروف أن تشكيل الحكومة في لبنان يستغرق أقله أشهر وتقاسم حصص وما إلى ذلك، هل تعتقد أن من الممكن أن يذهب رئيس الجمهورية ميشيل عون مع يعني وزراء من حزب الله أو من حركة أمل لنوع من يعني حكومة لون واحد أو إلى مغامرة في الفترة المقبلة؟ أولا، الحكومات التي استغرقت لتأليفها أشهرا لم نرها إلا في مع الطبقة السياسية الحاكمة الموجودة الآن. كل عمر لبنان الحكومات ب 24 ساعة تتشكل، عندما جاءت هذه الطبقة السياسية وبسبب التنافس بين أطرافها وأعضائها كانت تستغرق كل هذا الوقت، أشهر، 9 أشهر، 8 أشهر، 7 أشهر، 11 شهر أحيانا. الآن مفروض خلال شهر واحد فقط أن تتشكل الحكومة. بالنسبة لي حكومة اللون الواحد وما يحكى عنها، إذا كانت هذه الوزارة سوف تأتي ومشكلة من أخصائيين من كل الطوائف ومن مختلف شرائح الشعب اللبناني، أين يصبح اللون الواحد؟ وفي عدة مرات يعني نجيب ميقاتي الذي يعادي الآن حسان دياب شكل حكومة من لون واحد بال 2011. يعني هناك كثيرة موضوع اللون الواحد والاحتجاج به، المهم العمل. المهم الآن اللبنانيون أصبحوا في هاوية الانهيار، اللبنانيون أصبحوا الآن في وضع لا يحسد عليه على الإطلاق، لا تعليم، لا صحة، لا طبابة، هجرة، لا عمل، هناك شركات تفلس، وهناك حتى البنوك المصارف تتحكم وتعقد الأمور. دكتور، يعني هل تعتقد أن كل هذه التعقيدات الإقليمية ودولية باتت يمكن أمر خطير في الفترة القادمة على الوضع الاقتصادي في لبنان؟ الموقف الأوروبي كان صريحا. أولا سأل يعني الحكومة تصريف الأعمال، الحكومة السابقة، تم الاتصال بالأوروبيين، فكان الجواب سؤال، يعني فرنسا سألت وهي التي تعبر الآن بالنسبة للبنان أو الملف اللبناني في أوروبا، أين كل المساعدات التي جاءت إلى لبنان منذ سادر الأول وسادر الثاني والآن نحن مقبلون على مؤتمر سادر الثالث؟ أين المساعدات المنظمات المانحة الأوروبية، الدول المانحة للبنان؟ كل هذه المساعدات لم يعرف أين صرفت، فلذلك اتخذوا قرارهم أوروبيا بأنه ينبغي أن يكون هناك حكومة تكنوقراط تستمع لمطالب الشعب. أما الموقف الأمريكي فقد عبر عنه ديفيد هيل خلال زيارته أول من أمس إلى بيروت، حينما قال نحن لم نطرح رئيسا للوزراء ونحن لن نتدخل في تسمية أي من الوزراء. المسألة قبل أن نتحدث عن الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي، الفساد موجود في لبنان، السبب لكل هذه المصائب موجود داخل لبنان. ليصلح اللبنانيون أولا أوضاعهم، ليقضوا على الفساد، ليحاكموا ناهبي المال العام، هناك حوالي 25 مليار دولار يستطيع اللبنانيون استرداد، الحكومة اللبنانية استردادها فورا. 10 مليارات دولار ممكن أن تسترد من الأملاك البحرية والنهرية والبرية في لبنان، الآن ممكن استردادها. 3 مليارات دولار من متهربية من الضرائب، 11 مليار دولار يعني أمور صرفت في 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 مجالات غير معروفة وغير، والأسماء والوثائق والإثباتات موجودة بالاسم وبالرقم وبالتاريخ على هذه الأمور. تستطيع أي حكومة أن تسترد الآن ما يقارب 25 مليار دولار لتغذي الخزينة فيها وتنتهي من هذه المسألة. يعني نحن نعرف المصارف اللبنانية أخذت، كل مصرف أخذ ما بين 800 مليون وألف ومليار دولار من مصرف لبنان المركزي بفعل بدعة الهندسة المالية التي قدمها حاكم المصرف المركزي، حوالي 11 مليار دولار. لماذا لا يتم محاسبة المصارف لأنها مخالفة للقانون وتسترد منها هذه المليارات؟ كل هذه المسائل يعني قبل أن نتطلع إلى العالم، أنا برأيي
صحيح نحن نحتاج إلى المجتمع الدولي ليساعد لبنان، لكن هذا المجتمع الدولي أكثر من ذلك. المجتمع العربي نفسه ودول الخليج نفسها كما لاحظنا عازفة عن مساعدة لبنان إذا لم يتم تصحيح وضعه الإداري والحكومي ويقضي على الفساد. هذا قد يكون حل يعني دكتور من وجهة نظرك، لكن بالحديث مرة أخرى ماذا إذا يعني ظل هذا الرفض من قبل يعني طائفة كبيرة في لبنان إلى حسان دياب برئاسة الحكومة، وماذا عن موقع رئاسة الحكومة؟ والبعض يقول هناك تلاعب بالأسماء لرئاسة الحكومة من قبل فريق سياسي يفقد هذه التسمية الميثاقية اللبنانية. في الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان حوالي سنتين ثبت أن 60% من المسلمين السنة في لبنان لم ينتخبوا، بالأرقام 60% لم ينتخبوا. فمن يعبر عن هؤلاء؟ هل تعبر عنهم عملية الرفض التي يتحدثون عنها؟ اللبنانيون الآن يعني عملية الرفض لحسان دياب، أنا يعني لا أدعي أن نطق باسمه الآن ولا، ولكن أحلل واقعيا. ما الذي رأيتموه من هذا الرجل لكي تقفوا ضده؟ الثورة اندلعت تحت شعار إقامة الدولة المدنية التي تقفز أو تشمل كل الطوائف والمناطق ولا يجوز الحديث عن طائفة معينة. هل نقطع الطريق على هذه الثورة ونتحدث عن طائفة هنا أو طائفة هناك؟ عندما الثنائي الشيعي أراد أن يتحكم بمقتضيات الأمور ويسيطر على الحكومة وعلى مجلس النواب من خلال الأغلبية التي يدعيها قامت الثورة ضده، وحدثت هناك مشاكل وحدثت هناك تعديات على المتظاهرين كلنا نعرفها، أصحاب القمصان السوداء الذين نزلوا ليعتدوا ويحرقوا الخيام ويتعدوا على المتظاهرين. هذا مثل هذا، فهل أتحدث أنا عن لون واحد أو ميثاقية أو إلى آخره؟ طيب ما الثنائي الشيعي حاول أن يركب الموجة وأن يتصدى للتظاهر وأن يرفض التظاهر وأن يتعدى على المتظاهرين، وقامت الثورة بمواجهتهم أو صمدت بوجههم على الأقل. الآن هل أتحدث عن الطائفة السنية؟ الطائفة السنية في لبنان من قال أنها متقوقعة حول زعيم؟ وأنا أسأل يعني ماذا قدم هذا الزعيم أو ذاك للطائفة السنية؟ لكن دكتور عفوا، لكن من المعروف أن نقطة الميثاقية في لبنان هي نقطة بالغة الأهمية وبها العديد من التعقيدات في السياسية والدستورية أيضا. إذن البعض يقول أن ما يحدث الآن في الشارع هو انعكاس يمكن لمطالب الشارع اللبناني، وأنه يطالب كما تعلم برفض تسمية الداخل البيت السني الداخلي. صحيح، حقوق الطائفة السنية تتأمن كيف تتأمن؟ مش المطلوب أن تكون هذه الطائفة الكريمة، هذه الطائفة الكبيرة في لبنان والأساسية، هذه الطائفة الممتدة من المحيط إلى الخليج، هي ليست متقوقعة في لبنان، هي لها امتدادها العربي. نعم. الكبير، كيف تتأمن حقوقها؟ هل تتأمن برئيس وزراء ضعيف كما كان؟ هل تتأمن بطبقة حاكمة فاسدة تنهب أملاك سنة بيروت في الوسط التجاري كما جرى من خلال هذه الشركة أو تلك الشركة؟ هل تتأمن بالجوع والحالة البائسة جدا التي نراها في أحياء طرابلس والتي نشرتها القنوات الفضائية بأكملها، حالة تحت الفقر، تحت حد الفقر 30 سنة؟ ماذا فعلوا للطائفة السنية؟ هل تتأمن حقوق الطائفة السنية بتركيب حكومة كل وزير يكون فيها رئيسا للوزراء يتصرف كأنه رئيس الوزراء، بينما رئيس الوزراء المنتمي إلى هذه الطائفة كل عمله تدوير الزوايا وحل المشاكل؟ الطائفة السنية في لبنان كان رئيس الوزراء المنتمي إليها يحكم لبنان. عندنا رؤساء وزراء، سليم الحص، رشيد كرامة، تقي الدين الصلح، رؤساء وزراء كانوا يحكمون لبنان، كان لهم ثقلهم، رجال دولة. الآن نحن لا نرى رجال دولة لهذه، جربنا، أنا كمسلم سني نحن جربنا عملية الحكم في لبنان وجربنا هذا الزعيم وذاك الزعيم. هم يدافعون الآن عن مصالحهم وليس عن الطائفة. الطائفة السنية تتحقق بهذا الاتجاه بوجود
رئيس وزراء رجل دولة شريف نظيف الكف لا يطلب شيئا لنفسه، يواجه الكل ولا يرضى أن تملى عليه الأوامر من أحد، لأن ذلك ما ينص عليه الدستور. وهذا ما قاله حسن دياب بالأمس في المؤتمر. لنرى إذا كانت أفعاله ستطابق أقواله، لننتظر ونرى إذا كانت أفعاله ستطابق أقواله يكون يعني شكرا وحمدا، وإلا فإن الحراك الشعبي يتربص وسينتفض ولن يرضى بأن تكون هناك تراجع عن هذه المواقف. إذن دكتور يعني أخيرا يعني رأي حضرتك ما هو الحل للخروج من هذه الأزمة اللبنانية، وهل سينجح حسن دياب بتشكيل حكومة وتحسين الأوضاع في لبنان، أم من الممكن أن يواجه عدد من المصاعب والتحديات في الفترة المقبلة؟ الحل في لبنان يكون أساسا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة كما قلت وفق قانون لبنان كله دائرة واحدة أو كل محافظة دائرة واحدة. نعم، هذا يلغي الطائفية السياسية وهذا يعطي لكل حق حقه، عندها سيكون المرشح الشيعي مجبرا على أن يؤمن أصوات السنة، ويكون المرشح السني مجبرا أن يؤمن أصوات الشيعة، ويكون المسيحي مجبرا أن يؤمن أصوات المسلم، والعكس صحيح. هذا القانون لبنان دائرة واحدة أو المحافظة دائرة واحدة يمكن أن تنتج مجلسا نيابيا تشريعيا وطنيا ومجلس شيوخ كما نص الدستور والذي لم ينشأ حتى الآن، وأن يكون هناك عدالة ومفهوم المواطنة الواحدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى هذه المسألة قبل أسبوع عندما قال أنا أحذر من أن تتمادى الأمور أكثر من ذلك، المفروض أن لا يكون هناك مماطلة ومماثلة لما جرى في سوريا. وبالتحليل السياسي لهذه الكلمة أن يكون هناك استقرار في المجتمع تؤمنه المواطنة العادلة أولا، مقومات الدولة الوطنية ثانيا، وثالثا الاحتكام للدستور والحفاظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات وخاصة مؤسسة الجيش عماد الوطن. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي العزيز دكتور محمد أروز الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. وأشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وإلى الملتقى بإذن الله.